السلام عليكم، اهلا بكم طلاب سنه اولى في كل مكان. والحلقه الاولى من منهج اللغه العربيه تواصل الصف الاول ابتدائي. منهج جديد زيه زي اي منهج من مناهج الصف الاول ابتدائي. هدفه الاول هو التاسيس. يعني ايه تاسيس؟ تاسيس يعني اولادنا يطلعوا من سنه اولى هما بيعرفوا يقروا وبيعرفوا يكتبوا بشكل كويس. ازاي بيتم المنهج ده؟ بيتم عن طريق ان المنهج بتاعنا بيتدرج من البسيط للأصعب واحدة واحدة. يلا نتأسس واحدة واحدة مع منهج تواصل، وبنبدأ مع حرف النهاردة. يلا بينا سنة أولى نشوف الحرف اللي هيظهر قدامنا ده حرف ايه. ده حرف الألف، حرف الألف. يلا أقول ورايا بصوت عالي وسمعوني، الشطار هيقولوا ايه؟ ألف ألف ألف. ده حرف الألف سنة أولى، وفي ناس بنسمعهم بيقولوا عليه الهمزة الهمزة. يبقى اللي قدامنا دلوقتي ده حرف الألف. برافو عليكم. وعلشان نتأكد اننا عرفنا حرف الألف كويس، هتظهر قدامنا مجموعة من الحروف ومستخبي في وسطهم حرف الألف. ومطلوب منكم يا حلوين اعملوا معايا دايرة حوالين حرف الألف. اول حرف فوق ده حرف ايه؟ حرف ده حرف الألف؟ لأ، ده مش حرف الألف، ده حرف اللام، ولسه هناخده قدام شوية. طب تيجوا نشوف الحرف اللي بعده، ده حرف ايه؟ ده حرف ألف؟ أيوة ده حرف ألف فعلا اللي احنا شفناه من شوية وقلنا عليه ألف أو همزة. طب والحرف اللي بعده ده حرف ألف؟ برافو عليكوا فعلا، أنا سامعاكم انتوا بتقولوا لأ ده مش حرف ألف، ده حرف الباء، وكمان ده هناخده بعدين شوية. واللي بعده ده حرف ايه؟ ده برضو كمان يا سنة اولى مش حرف الف، ده حرف السين. اخر حرف معانا هو فعلا حرف الالف يا سنة اولى. وبعد ما عرفنا شكل حرف الالف، وبرافو عليكم يا سنة اولى قدرتوا تطلعوا حرف الالف من مجموعة الحروف اللي كانت قدامنا. دلوقتي المفروض نعرف صوت حرف الالف. يعني ايه صوت حرف الالف؟ المقصود بصوت حرف الالف يعني احنا بنسمعه ازاي. صوت حرف الالف أ أ أ، ركزوا معايا قوي كده، انا بقول ايه؟ أ أ. طب دلوقتي هيظهر قدامنا مجموعه من الصور وعايزاكم تركزوا معايا كويس قوي وتقولوا لي سمعتوا فين صوت حرف الالف. اول صوره ظهرت عندنا هي صوره كأس. كأس، قولوا ورايا وسمعوني فين صوت حرف الالف. كأس كأس. الصوره الثانيه صوره رأس. رأس رأس. طب والصوره الثالثه صوره اخطبوط. اخطبوط. ملاحظين حاجه سنه اولى؟ صوت حرف الالف اتغير عن الصورتين اللي كانوا في الاول. طب تيجي نشوف بقى الصوره الرابعه، ابريق ابريق. ايه اللي حصل يا مدام اسماء؟ اللي حصل ان في حاجه سنه اولى اسمها الحركات القصيره. يعني ايه الحركات القصيره دي؟ الحركات القصيره دي اول ما بنحطها على الحرف، حرف الالف او اي حرف تاني، بتتغير صوتها على طول. طب نيجي نعرف ايه هي الحركات القصيره. يلا بينا، علشان نعرف ايه هي الحركات القصيره دي خلوني احكي لكم حدوته حلوه قوي عن فصول السنان اربعه. فصول السنه اربع فصول. يعني ايه اربع فصول؟ مش اوقات كده سنه اولى بنحس ان احنا الدنيا حر قوي وبنحتاج ننزل البحر، وعلشان ننزل البحر والشمس فوق شديده بنلبس قبعه قبعه او برنيطه كده فوق دماغنا، ودي تبقى اول حركه من حركات القصيره، حركه الفتحه. الفتحه، ولازم الفتحه تظهر فوق حرف الالف. بيجي بعد فصل الصيف فصل الخريف، وفصل الخريف الجو بيبقى فيه هوا شويه وبتبقى فيه رياح في الجو، والهوا بيعمل صوت اووو اووو، وبيبقى دي تاني حركة من حركات القصيرة، الضمة. بنضم بقنا كده بنقول اووو اووو، يبقى دي تاني حركة سنة أولى، وزيها زي الفتحة بتتحط
فوق الحرف. بعد كده بيجي فصل الشتاء وبنبقى سقعانين عايزين نتدفى، وبنروح الملاهي وبنلعب باللعب، ونروح على الزحليقة وننزل عليها، واحنا نازلين نعمل ايه؟ صوت الاي ده تالت حركة من الحركات القصيرة، واسمه الكسرة، والكسرة عكس الفتحة وعكس الضمة، وبتبقى دايما تحت الحرف، وكمان بتاخد معايا الهمزة على تحت، لان احنا اتفقنا ان الحركة بنحطها ايه؟ على الهمزة. فهي لما حركة في الكسرة نزلت تحت الألف خدت معاها الهمزة تحت. وآخر فصل معانا هو الربيع، وبتكون فيه الشمس طالعة والجو حلو ولابسين لبس خفيف وعايزين نروح الحديقة ونلعب. ونخلي بالنا في فصل الربيع الشمس بتبقى فين؟ بتبقى فوق، والشمس مدورة، ودي شبه حركة السكون. ودي اخر حركة معانا، ونخلي بالنا ان السكون بيظهر في ايه؟ في فصل الربيع، والشمس تبقى مدورة زي السكون. كده احنا خلصنا الاربع حركات بالاربع فصول. تيجوا نراجع مع بعض عليهم. فوق حرف الالف فتحة، وصوتها بتبقى عامل ازاي؟ بنفتح بقنا فتحة بسيطة وبنقول زي أسد أسد. فوق حرف الألف ضمة، وصوتها بنضم بقنا أو زي أخطبوط. أذن. تحت حرف الألف كسرة، زي ما بنتزحلق من فوق الزحلية وبنعمل زي إبريق، وزي إبرة. وكمان ما ننساش ان صوت حرف الألف أ، زي كأس، رأس. وروني بقى شاطركم يا حلوين، هنطلع صورة وكلمة وانتوا بقى قولوا تشكيل. اول صورة ظهرت قدامنا صورة فقر، يا ترى دي حركة ايه؟ انطقوا معايا كده وشوفوني كده انا بنطق ازاي. فقر. وقفت كده على الحرف وما اتحركتش، يبقى دي حركة ايه؟ برافو عليك، ودي حركة السكون. الصورة اللي بعدها صورة ارنب، مجرد ما فتحنا بقنا يبقى دي ايه؟ الفتحة. شاطرين يا سنة أولى. الصورة اللي بعدها صورة أذن، وأنا هنا عملت إيه؟ ضميت بقي شوية، يبقى ده إيه؟ ضمة. آخر صورة معانا صورة إبرة، وأنا هنا عملت إيه؟ كسرت بقي شوية، نزلت بالحرف شوية لتحت، يبقى ده إيه؟ كسرة. يبقى احنا كده خدنا حرف الالف في فصل الربيع مع حركة السكون اللي شبه الشمس اللي بتبقى مدورة فوق، وزي وصوتها أ، ومثال عليها هو كأس، ورأس. وكمان خدنا حرف الالف في فصل الصيف، وده بيبقى الدنيا حر وبنضطر نلبس قبعة، بتبقى شبه الفتحة فوق حرف الألف زي أسد، وبنفتح بقنا حبة صغننين واحنا بننطق. وبيجي بعد كده عندك فصل الخريف، وده بيبقى فيه هوا شديد جدا، والرياح بتعمل ايه؟ زي اخطبوط. واخر فصل معانا بيبقى فصل الشتاء، وده بيبقى الدنيا ساقعه بردانين وعايزين نتدفى ونروح الملاهي ونلعب وننزل على الزحليقه ونعمل ايه، وده
كسرة زي إبرة وإبريق وبكده نكون خلصنا حرف الألف في سنة أولى. معاكم شطار بشكل حرف الألف، وكمان بعرفنا إن احنا نطلعه ما بين مجموعة الحروف، وكمان عرفنا إن احنا إزاي ننطقه في الأربع حركات في الأربع فصول بتوع السنة. إن شاء الله نكمل مع بعض بقية الحروف في اللغة العربية.